Hello, in this unit we are going to talk about the public relations plan, which is the first function of public relations. The content of this unit is the public relations management definition and the four steps process of public relations and the key elements in the plan. I want you to know by the end of this unit you should be able to develop your own public relations plan as a part of your groups that we distribute. The objective is to understand all the key elements of public relations and to know how to develop public relations plan. Here we are, the public relations management. It is a plan persuasive social managerial science. هو علم في النهاية. Public relations management هو علم. ودائما احنا لما بنعرف public relations احنا بنحكي لما بنعرف المانجمنت بنحكي انه هذا علم بيتكون من اربع اجزاء، بيتكون من planning, organizing, leading, controlling. أكيد الـ public relations management هو زيه زي أي نوع من المانجمنت الثانية، هو plan persuasive social managerial science، يعني بيتعلق على بيتعلق أكثر إشي بالcommunication مع الأطراف، تمام؟ في الـ public relations إحنا بنتعامل مع المؤسسة أو الشركة على إنها human، هذا الـ human بده يكون سمعته كويسة، بده الناس يحبوه، بده الناس يوقفوا جنبه، بده الحكومة تكون مقدرة، بده يكون well known، شون عنده برستيج، كل التفاصيل هذه، تمام؟ بقولك إنه public relations management work emanate from clear strategies and bottom line objectives that follow into specific tactics each with its own budget, timetable, and allocated resources. وهنا الكلام كتير كتير دقيق. إحنا في عنا استراتيجي بيحطها الإدارة العامة، بعدين بتتحول ل objectives بتحطها الـ public relations management، بعدين بتصير tactics. tactics يعني أنشطة activities عشان نوصل نطبق الاستراتيجي ونوصل نحقق الاوبجكتيفز من خلال انه احنا نعمل allocation للريسورسز، نحدد بدنا فلوس هالقد، بدنا وقت هالقد، بدنا ناس بهذا السكيلز عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي احنا بدنا اياها، تمام؟ بقول لك the best public relations program can be measured in terms of achieving results. أهم إشي في public relations إنه يكون في علاقة بين الأكتيفيتيز اللي بنعملها والنتائج اللي بتطلع، تمام؟ building key relationship on which the organization depend. بقول لك إنه في four steps of public relations. أول خطوة هي situation analysis اللي هي research. إحنا محتاجين يا جماعة نعرف وين احنا الان. situation analysis بتشبه كثير شيء بنسميه SWOT analysis وعندنا رح نحكي عنه كمان شوي. بعد ما نعمل researching نعرف وين احنا وقعنا، شو المشاكل اللي عندنا، شو الفرص اللي موجوده عندنا، بنشتغل على objectives و strategies و timeline و budget، تمام؟ هلا لما انتم بدكم تشتغلوا على مؤسسه ما بدكم تختاروا مؤسسه فلتكن الكي واي تي سي، بدكم تعملوا SWOT analysis، وين انتم شايفين من خلال انتم وجودكم كطلاب موجودين في الكي واي تي سي، وين شايفين حالكم؟ ممكن تعملوا سيرفي بسيط عشان تعرفوا وين المؤسسه هاي، ممكن ما تعملوا سيرفي، ممكن تعملوا ريسيرش على الانترنت تشوفوا كم مره انذكرت الكي واي تي سي مثلا في الميديا، مثلا كم من خريج للكي واي تي سي كان حدا مهم في البلد مثلا، تمام؟ بعد هيك بنحط الاكشنز تبعتنا. الاكشن بلان تحتوي على استراتيجي، اوبجكتيفز، تايم لاين محدد، وفلوس بادجت، تمام؟ بعد هيك بنحدد شو الاكشنز اللي احنا بدنا نعملها، امبلمنتيشن بلان اللي هي شو الاكتيفيتيز اللي بدنا نعملها. بعد ما نطبق الاكتيفيتيز بنوصل لمرحلة الـ evaluation، بنقيم هل احنا حققنا الهدف اللي احنا بدنا اياه من وراء هذه الـ public relations plan او لا، تمام؟ هذه الـ process بشكل عام. طيب نيجي هنا public
ريليشن بلان شو هي تعريفها؟ بقول لك targeted the audience for the effort set goals and establishes priorities. Public relation plan بنحدد فيها الأولويات تبعتنا بناء على الجولز اللي احنا محددينهم وايش الاشياء اللي احنا بدنا نعملها عشان الايفورت اللي بدنا نعمله عشان نوصل للببليك، نوصل للناس، نوصل للاودينس تبعونا. تمام. طيب بقول لك الببليك ريليشنز بلان ذا كلتشرال ايكونوميك اند بوليتيكال انفايرمنت فور ببليك ريليشن بروجرام از كونستانتلي تشينجينج، وهذا اللي احنا كنا بنقوله في اليونت الاول انه هل الناس اللي موجودين في الببليك اللي احنا بدنا نعملهم تارجتنج، وهل المؤسسه اللي موجوده وهل الرساله اللي بتروح بين الناس الببليك وبين المؤسسه هي مش موجوده لحالها، هي موجوده في ايكو سيستم متغير. تمام. متغير كيف؟ متغير بسبب الظروف المحيطة، متغير بسبب الاقتصاد، الثقافة، البوليتيكال سيتويشن، كل هذه الأشياء بتأثر على البابليك ريليشنز بلان تاعتي. تمام. طيب نيجي ل بابليك ريليشنز بلان إليمنتس، شو محتويات هذه البابليك ريليشنز؟ أول إشي سيتويشن أناليسز اللي هي SWOT أناليسز هنعملها كمان شوي، بعد هيك الأوبجيكتيفز، استراتيجي، تايم لاين، بادجت، تاكتكس، إيفالويشن. تمام؟ في عنا هنا لينك، اللينك هذا ممكن كتير يساعدنا عشان نتعلم نعمل بابليك ريليشنز بلان. إذا فتحنا هذا اللينك راح نلاقي عنا هذا how to write a public relations plan. هو class public relations بيديك معلومات وبيديك advices كيف انت ممكن تكتب public relations plan. تمام. راح اضغط انا على هنا how to write a public relations plan. تمام. هيجيني هنا هذا الاشي احنا كتير ممكن احنا نقرأه، كتير ممكن يفيدنا. How to write a press release رح نشرحه في يونت 7. بقول لك هنا to build a public relations plan اول اشي هذه الاكزامبلز او successful public relations plan اللي هي بتعمل brand awareness، يعني اللي هي بتعمل يعني تعريف عن البراند تبعتها. earns trust يعني هي اللي بتقدر تخلي الناس يثقوا فيها. تمام. get your customers engaged اللي بتقدر تخلي الكاستمرز يتفاعلوا فيها. تمام. keeps your head of the competition بتخليك انت تنافس بشكل صحيح. position you and your company as thought leaders بتخليك انت قائد في عملك. تمام. طيب is the founder of all crisis communication كمان بتخليك انه انت تقدر تتعامل مع الناس تتواصل اثناء التحديات واثناء الكوارث. تمام. طيب هنا في عندنا تمبلت ممكن برضو كتير يساعدنا، free public relation تمبلت. انت هنا بتجمع معلومات من خلال ال 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 المسجز اللي احنا بدك توصلها. ممكن تقول ايش انت ايش بدك تعمل، ايش الستوري تبعتك، ايش بدك تعمل، شو المسج اللي بتوصلها الستوري هذه. تمام. طيب هل انا ممكن اعمل اكسس هنا؟ اكيد ممكن افوت هنا اعمل فري ورك يعني للورك بلان وورك اريا يعني، وبامكاني ان انا ادخل كل التفاصيل اللي انا بدي اياها هنا. تمام. هنا بيشرح لك برضو what is a public relations plan, documents outline how you are going to interact with your audience, customers and stakeholders for an ongoing period of time. هذا التعريف كتير كتير لطيف وكتير ممكن انه احنا نبني عليه. تمام. طب ايش المحتويات تبعت البابليك ريليشنز بلان؟ بقول لك details the stories and the content that you intend to create. انت بدك تحكي شو الاشياء اللي انت بدك تعملها creation. تمام. طيب map out the channels that your audience trust. كيف بدك توصل للاودينس؟ انت ايش بدك تقول، انت ايش بدك تقول للاودينس عن البزنس تبعك، انت كيف بدك توصل للاودينس. schedule when and how you are going to pitch your stories. كيف بدك تقول القصة تبعتك. تمام. يعني فلنفترض انه احنا في الكي واي تي سي، انا بدي كليتي تكون من الليدنج اورجانيزيشنز في خلينا نقول المؤسسات اللي موجودة
في التعليم أو التعليم التقني والمهني، تمام؟ أنا ممكن أعمل فيديو، هاي نشاط. الفيديو هذا بدي أقول فيه إنه أنا عندي طالب واحد اثنين ثلاثة بدرس هذه التخصصات، عرفت بالتخصصات. إذا أنا في عندي المسج تعريف التخصصات، كيف من خلال الفيديو، إمتى عاد، كيف بدي أنشر الفيديو، تمام؟ طيب أنا في عندي مسج، المسج هذه إنه أنا نسبة التشغيل عندي مثلا 70% في الكلية مثلا. إذا هذه المسج اللي أنا بدي أقولها، كيف بدي أقولها؟ ممكن أقولها من خلال طلاب من KYTC اللي اشتغلوا يحكوا عن تجربتهم في KYTC. كيف وين بدي أنزلها؟ ممكن أنزلها على صفحة الكلية على الفيسبوك، تمام؟ هيني أنا جبت إكزامبلز حية كيف إحنا ممكن نطبق الكلام هذا. إذا البابليك ريليشنز بلان ببساطة أنا محتاجة أحدد الكي messages. انا ايش بدي اقول ايش المسج تبعتي، تمام؟ طيب احدد كيف بدي اوصل لهم، ايش الطريقه، فيديو، بوست، حمله اعلانيه، حمله فيسبوك، عن طريق التي في، عن طريق الشوارع بدي انزل بوسترات، تمام؟ واخر اشي امتى انا بدي ابعت هذا كله، تمام؟ طيب هذا الويب سايت كثير يا جماعه ممكن يساعدكم كمجموعة أنت تفهموا بالضبط إيش اللي إحنا بنحكيه أو إيش اللي إحنا بنقصده في موضوع Public Relations Plan اللي مطلوبة منا. نيجي نحكي عن أول حاجة Situation Analysis. كيف بدنا نعمل Situation Analysis للKYTC؟ بدي أحدد إيش Strength، إيش القوة، مواطن القوة للKYTC. مواطن القوة بتيجي من داخل الكلية، خلينا نقول على سبيل المثال الناس اللي بيشتغلوا فيها Qualified، هي تبع للأونروا والأونروا انترناشنال اورجانيزيشن، شهاده الأونروا معتمده في كل الدول مثلا. هذه كليتها سترينج، في عندنا سيستم، في عندنا بنايات، هذه كليتها سترينج. طيب في عندنا لابتوبات، في عندنا لابات، هذه كليتها سترينج. في عندنا خلينا نقول مواصلات مجانيه، هذه كلها سترينج. ويكنس، خلينا نقول انه KYTC بعيده عن المكان، خلينا نقول وسط البلد، صحيح هذا من الويكنس. خلينا نقول KYTC مثلا بتستقبل عدد محدود 30 طالب بس، ما بتستقبلش اكثر، هذا ويكنس، تمام؟ اذا احنا بدنا نحدد السترينث والويكنس اللي جوا المؤسسه، تمام؟ ممكن نعمل على مستشفى نشوف شو السترينث وشو الويكنس اللي جوا المستشفى. opportunities والtreats احنا بنحكي عن برا المؤسسه من الخارج. opportunities يعني الفرص، هل KYTC فيها فرص، ممكن تتيح فرص للناس مثلا انهم يعني شو المستقبل تبعها، تمام؟ وين KYTC ممكن تكون متميزه في السوسايتي، تمام؟ تريتس، شو المهددات اللي بتهدد KYTC. طبعا لما نيجي نحكي هلا الكوفيد وانه الطلاب مثلا ما فيش عندهم انفراستراكشر، هذا إشي بيهدد ال بيعمل ريسك على الكليه نفسها، تمام؟ اذا انا اللي بدي اعمله بدي اعمل سيتويشن اناليسيس. طب من وين المعلومات هذه بدي اجيبها؟ انا ممكن اجيبها من خلال انترفيوز، من خلال انا كطالب بيدرس في الكليه انا هيك شايف، من خلال السوشيال ميديا، من خلال سيرشنج، عملت سيرشنج اونلاين على المؤسسه هاي، تمام؟ طيب نيجي للاوبجكتيفز، كيف انا بدي احدد الاوبجكتيفز تبعوني في البابليك ريليشنز؟ وهنا اهم شيء نحكي عن هاو تو ميك ا سمارت اوبجكتيف. سمارت اوبجكتيف يعني سبيسيفيك، محدد، ميجربل، قابل للقياس، اتينبل، ممكن ان احققه، رياليتي حسب الواقع، يعني انا شايف الواقع، تايم بيزد اون تايم. في عندنا اكزامبلز هنا بقول لك برينج باك لوست كاستمرز، تمام؟ انا بدي اشوف كم من كاستمر انا فقدت خلال الشهر اللي فات، انا بدي ارجع هدول الكاستمرز، تمام؟ increase revenue by at least 10% next year، محدد next year يعني زي اليوم، السنة الجاي أنا بدي يكون الريفينيو تبعي زايد 10%. increase market share nationally by 20%، أنا بدي أزيد حصتي بالسوق على مستوى البلد 20%. هدول examples لsmart objectives، تمام؟ طيب هل ممكن الpublic relations يكون هدفهم على سبيل المثال إنه أنا أزيد الengagement أو أزيد الviews على الصفحة تبعتي على الفيسبوك مثلا توصل 10,000 أو 1,000 أو 2,000
فيو ممكن جدا. تمام. طيب نيجي هنا effective public relations plan. كيف هذه البلان بدها تكون effective؟ بقول لك لازم تحدد ايش ال nature and the mission of work. احنا ليش بنشتغل هذا البابليك ريليشنز؟ عشان سمعتنا سيئة في السوق وبدنا نحسنها، ولا عشان احنا رقم 2 في السوق فبدنا نصير رقم 1، ولا عشان احنا في عنا مشكلة وفي عنا منتج احنا بعناه، او في عنا دكتور عمل عملية مش منيحة وغلط في العملية فالمرضى بطلوا يجوا عنا. Determine the key results in terms of time, effort and personnel. ايش النتائج اللي انا بدي اياها الاساسيه؟ تمام. Identify and measurable factors on which objectives can be set. بناء على ايش انا بدي احدد الاوبجكتيفز تبعتي؟ يعني ايش الكريتيريا؟ Setting objectives or determining results to be achieved. شو النتائج اللي انا بتوقعها؟ Preparing tactical plans. شو التكتيكال بلانز؟ يعني لازم يكون في عندي انشطه، بس الانشطه هذه أول إشي منطقية في تسلسلها sequence of actions. schedule to set time requires، أنا محدد الوقت لكل نشاط. البادجت محدد شو أنا محتاج فلوس، شو أنا محتاج resources، وكمان كل حدا بده يعمل نشاط معين بده يكون مسؤول عنه. في عندي accountability، وفي عندي خامس شغلة tracking للبروجرس، يعني أنا بقدر أتبع تنفيذ الأنشطة. تمام. Establishing rules and regulations to follow. هذا إشي كتير أساسي عشان أنا أنجح في تنفيذ public relations. أنا مش عامل خطة عشان أسيبها أرميها بالآخر، لا، أنا بدي أمشي على أشياء محددة. Establishing procedures to handle the work. كيف أنا بدي أنفذ العمل؟ لازم أكون محدد كمان هذا الإشي. إذن how to make effective public relations plan. في عنا 4 5 6 7 نقاط لازم نأخذهم بعين الاعتبار. طيب نعمل examples على الاستراتيجيز. تمام. What methods will be الاستراتيجيز؟ إيش معنى الاستراتيجيز؟ What method will be mostly effective in sending the right message to the target market؟ شو هي الطريقة الأفضل المثلى اللي أنا ممكن أستخدمها عشان أوصل للماركت، للتارجت ماركت، أو أوصل للأودينس اللي أنا بدي إياه؟ تمام. Example: convince the public that there is a great benefit in dealing directly with the representative of the organization on site, that to connect with an impersonal, indifferent, unreliable computer program driving a website. أنا بدي أقنع الناس إنه يا جماعة بدل ما تتعاملوا على الويب سايت وما تفهموش إشي، تعالوا على الrepresentative، تعالوا على الممثل تبع المؤسسة تبعتي. تمام. هذا كيف أنا، ايش الاستراتيجي، ايش الطريقة اللي انا ممكن استخدمها عشان اوصل لهذا الاشي. تمام. يعني على سبيل المثال بنك فلسطين بده يخلي الناس يستخدموا الصراف الآلي، عمل لكل الناس صراف آلي. طيب يكون عنده صراف آلي وبدخل على البنك عشان يصفوا طابور عشان يسحبوا، خلى الناس اللي بصفوا طابور عشان يسحبوا يدفعوا فيز، وبالتالي أثر على الكاستمرز وخلاهم بدل ما يفوتوا عنده عشان يقعدوا عنده عشان يدفعوا فيز، لا أنا أحسن لي بسحب من الاي تي ام من برا. وبالتالي خل أثر على الديسيشن أو أثر على الطريقة اللي بتعامل فيها الكاستمر وخلاه يشتغل زي ما البنك بده. أنا جبت هذا إكزامبل. تمام. طيب لو نيجي هنا creating a timeline، لازم البلان تكون محددة بوقت وقت ورياليستيك. على سبيل المثال انا بدي اعلن عن منتج جديد. طبعا في انشطه انا لازم اعملها قبل الاعلان عن المنتج الجديد، وفي انشطه اعملها بعد الاعلان. وبالتالي انا فتره اعلان فتره انه انا انزل المنتج هذا هي محدده عندي، وانا لازم كل الانشطه في البابليك ريليشنز تكون ماخذه بعين الاعتبار امتى المنتج هذا بده ينزل. تمام. نيجي هنا developing a budget. لما نيجي نحكي budget احنا ما بنحكي البابليك ريليشنز ما فيها صرف، الصرف كله في الماركتينج، البابليك ريليشنز لا احنا ما بنعملش مصاريف، لا بالعكس. البابليك ريليشن كوست افكتيف، انا بصرف في المكان الصح وبنفس الوقت بصرف بشكل مقنن، انا بصرف اقل من صرفي في الماركتينج. تمام. budget realist التكتيكس اللي بتكون بستخدمها هذه
المفروض تاخذ بعين الاعتبار قديش انا معايا فلوس، تمام؟ طيب لما نيجي نحكي للبادجت، احنا بنقول عن الاوبريتنج كوست، احنا بنحكي عن كل المصاريف التشغيليه، تمام، الاداريه، الشخص هذا بده مواصلات، بده اتصالات، بده يتحرك، بده ملابس، ممكن يكون الهيومن، انا بحكي عن الناس، عن السالاريز تاعتهم، عن كل الشغل تبعهم، اذا هم اكسبرت، اذا هم كونسلتنت. انا بحكي عن الاكويبمنت، ممكن هذا اللي بيشتغل في البابليك ريليشنز محتاج لابتوب، محتاج طابعه، محتاج كاميرا، محتاج كل الاكويبمنت اللي هو محتاجه، المفروض انه انا اوفر له اياه. طيب examples عن التكتيكس تو انفلونس الامبلويز. طبعا الامبلويز احنا حكينا قبل هيك ان هم انترنال كاستمرز او انترنال تارجت جروب او انترنال اودينس، تمام. ممكن اعملهم سيرمونيز، انا بدي اياهم يتشجعوا، ممكن اعملهم حفلات، ممكن اعملهم نيوز بيبر، نيوزلتر انزل فيها اشطر موظف الشهر هذا، احكي عن الموظفين، اذا حدا عنده حدث اجتماعي اقول شو عمل شو سوى، ابارك له، كل التفاصيل هذه ممكن نحطها وتاثر على الامبلويز والحياه الاجتماعيه للامبلويز within the organization، تمام. طيب انا بدي اثر على الميديا، انا بدي اثر على الميديا، بطلع على التلفزيونات، بعمل رعايه لبرنامج على اليوتيوب، بعمل رعايه لمؤسسه، بعمل حمله بتخدم المجتمع، بدي اثر على الكلاينت تبعي، ممكن اعمل سيمينار، وركشوب، اعملهم كتالوج، اوزع عليهم بوكليتس، اعمل انفورميشنال جايد، كل التفاصيل هذه بتاثر على الكاستمرز، تمام. احنا بالتكتيك بنحكي عن اكشن، بنحكي عن اكتيفيتي، وهيكم شفتوا اكزامبلز عشان انتم بالبلان اللي بدكم تعملوها لازم تكونوا حاطين تكتيكس، تمام. طيب نيجي لاخر مرحله في ال public relations planning، احنا بنحكي عن الايفالويشن. طبعا في عندنا نوعين من الايفالويشن، ongoing evaluation و by the end evaluation. ongoing evaluation is what will be carried throughout the campaign. اذا انا بطبق حمله فانا محتاج انه كل يوم اعمل تقييم، تمام. end evaluation انا بعد ما خلصت ووصلت لنتائج انا بقيم بعد ما وصلت، تمام. بقول لك evaluation is vital to discover which part of the campaign were successful and which part were not successful، تمام. الواجب تبعنا اللي حنحط عليه علامات بتخص ال our exams، تمام. You are going to participate in a team of six students. احنا already قسمنا مجموعات، كل مجموعة بدها تختار مؤسسة أو شركة، ممكن KYTC، ممكن Honor Worker Unit، ممكن Hospital، ممكن أي شيء أنتم بدكم إياه. كل مجموعة بدها تعمل Situation Analysis، بدكم تعملوا تحليل. كل مجموعة بدها بعد ما تعمل Situation Analysis اللي هو SWOT، بدكم تحددوا Public Relations Objective. هلأ من SWOT رح تطلعوا ب Certain Problem، بمشكلة عند المؤسسة هاي، مشكله لمؤسسه معينه، بناء عليها انتم بدكم تحددوا الاوبجكتيفز. لو انا مشكلتي مثلا، مشكلتي انه طلاب سنه اولى بينسحبوا مثلا على سبيل المثال، اذا البابليك ريليشن اوبجكتيف هاو تو مينتين الستودنتس في سنه اولى مثلا، تمام. طيب الشيء اللي بعديه انه حددنا الاوبجكتيفز، بعد ما نحدد الاوبجكتيفز بدنا نكتب البابليك ريليشنز elements، بدنا نحدد الاستراتيجي، بدنا نحدد التكتيكس، بدنا نحدد كل التفاصيل هذه. شو المخرج؟ اول حاجه worksheet template، انا رح اعرض عليكم التمبلت، هي موجوده هنا. اول شيء بدكم تحددوا الجولز والاوبجكتيفز هنا، التولز والميثودز كيف، سكيدجول وتايمينج وامتى بدكم تطبقوها، ميجرنج الافكتيفنس كيف بدكم تعرفوا انه هذا الشيء تحقق ولا لا. طبعا هنا احنا بنحكي عن ارقام يا جماعه، ميجرنج الافكتيفنس، تمام. بعد ما تسلموني الورك شيت بدكم تعملوا برزنتيشن زي هاي، باوربوينت برزنتيشن. طبعا في عندنا اكزامبلز انا محملاهم للباوربوينت برزنتيشن بدكم تعملوها. طبعا ما رح تعملوا بس للبلان، انتم بدكم تشرحوا لي في الباوربوينت برزنتيشن السيتويشن اناليسيس، تشرحوا لي عن المؤسسه شو المشكله اللي بتواجهها، شو الاوبجكتيفز، وبعدين تقولوا لي عن البلان، تمام. بعد هيك بدكم تعملوا لي فيديو
كلكم تحكين فيه بلغة إنجليزية، شرحين لي فيه البرزنتيشن هاي. البرزنتيشن يا جماعة، وبحرجع وأقول، محتوياتها ليس فقط البلان، وإنما محتوياتها كل الشغل اللي اشتغلتوه هنا. تمام؟ هيك إحنا بنكون خلصنا من هذا اليونت. يعطيكم ألف عافية.